يستنى معانا، ولانه محترم ما قالش انا لما تحبوا بقى نبدا. والله ده اللي حصل، لان انا عارف تقريبا الحوار مع محمد فهيم هيروح فين، لانه ده هو المهم، انه يسمع بنفسه ثقه واحد هو عارفه انه راجل حر فير اسمه كابتن فهيم. كابتن عصام مساء الخير. مساء الخير كابتن عصام، ومساء الخير على كابتن عادل، ودايما منورين، ومساء ربنا الخير يخلي على حضرتك كل مشاهديك وقراء. ربنا يخليك ربنا يخليك كابتن عصام. الكلام كتير وما يكفوش حلقه، عايزين يعني لو حضرتك مع كابتن عادل نحط ايدنا على بعض ما يعطي امل للناس. الحقيقه الناس خلاص بالنسبه لها التحكيم المصري انا اسف يعني بقى يكسف. بص يا كابتن عصام، انا هكلمك طبعا على حاجه مهمه حصلت اليوم، وهو اجتماع كان اجتماع يعتبر تاريخي الحقيقه، او اجتماع مهم جدا في يعني تاريخ التحكيم المصري، وهو اجتماع مع الشركه المالكه لتكنولوجيا الفار اللي هي الميديا برو. تمام. اليوم وجي وفد من اسبانيا مكون من ثلاثه الحقيقه من اهم ميديا برو. نعم كابتن عصام، ميديا برو. ميديا برو، ميديا برو الشركه اللي متعاقد معها الاتحاد المصري على التقنيه. تمام. وكان اجتماع مهم جدا، يعني احنا طلبناه من اول الشهر، وتحدد النهارده 28، وجوم الناس الحقيقه من اسبانيا وبلجيكا، وعملنا اجتماع مهم جدا، لان الحقيقه التقنيه فيها عيوب غير عاديه حدثت، واتكلمنا في كل هذه العيوب، وكنا عاملين حتى كمان بديل ان لو الناس ما استجابوش معانا كنا هنلغي التعاقد ونروح الى شركه اخرى. يعني ده رائع. قبل ما تسترسل عشان حتى يبقى في بارقه امل، ما قالولكوش هو ليه العربيات سكند هاند والسماعات نص عمر، ومين اللي رضي يستلمهم كده؟ بص يا كابتن عصام، انا هقول لك كل حاجه. طبعا كلامك ده فضل. كلام 100% موجود، وكنت انا حاطه حتى في التقرير بتاعي اللي انا كنت عامله، والنهارده الحقيقه يعني يحسب للجنه الثلاثيه بقياده المهندس احمد مجاهد ومحمد الشواربي واحمد حسام عوض. النهارده الحقيقه كان اجتماع مثمر للغايه، احنا كنا عاملين كذا سيناريو، لو الناس ما اعترفوش بالاخطاء، واحنا جايبين كمان الشركه الام مش جايبين اي حد تاني. انا فهمت كده، لان دول ما جوش، اللي كانوا متعاقدين واحد واحد، انا ناسي اساميهم، بس دول اللي هم في مصر، احنا جبنا الشركه الام اللي هي صاحبه المنتج نفسه يعني. تمام. وعرضنا عليها كل المشاكل. الحقيقه المفاجاه، واحنا كمان كنا عاملين بديل اخر شركه تانيه، لو هم ما استجابوش لينا وللمشاكل اللي حصلت كان عندنا بديل اخر شركه ثانيه، وهي اسمها هوكاي كمان، يعني انا مش هخبي حاجه، نقول الحقيقه اللي هي دي اكبر، بيتهيألي اكبر شركه اللي حضرتك بتقولها دي. كان الاتحاد الدولي اعتمد عليها في نهائيات كاس العالم. ايوه في نهائيات كاس العالم. ان قلنا كل المشاكل يا استاذ عصام، الحقيقه الناس اعترفوا. المفاجاه بقى، انت قلت كانت المفاجاه ايه بقى؟ المفاجأة ان هم اعترفوا بكل هذه المشاكل، واعتذروا كمان عنها، وقال ان كانت الحاجات دي خارج عن، اولا ما كانش يوجد تعاقد للفار، لا يوجد تعاقد. تمام. كانت المباراة ب $3000 على اساس $3000 المباراة الواحدة تكلف $3000 على اساس ان هو المفروض في العادي يكون بيع تأجيري. يعني ايه؟ يعني بعد 3 سنين يكون المنتج ملك الاتحاد بتاعك. اتغير هذا الكلام، اتغير وبقى تأجير فقط، فمستحيل يكون التأجير ب $3000، المفروض يبقى 1800. فاحنا اتفقنا على ان جميع المباريات اللي اتعملت حتى يومنا هذا هتبقى ب $1800، وده مكسب كبير الله. جدا. تمام. يا اساتذه لو سمحتوا حطوا على الشاشه عصام عبد الفتاح في اجتماع الشركه معاه ومع احمد مجاد او اللجنه الثلاثيه، كل المباريات ب 1800 مش بثلاثه لو سمحتوا يا جماعه. اتفضل يا كابتن. على اساس ان ده كان تاجيل فقط. تمام. واحنا اتفقنا ان احنا مش هندفع دولار واحد بدون ما يكون هناك تعاقد، لان مستحيل انا ادفع فلوس بدون تعاقد. تمام. مستحيل من الناحيه الماليه، مستحيل.
واتفقنا على تجديد جميع الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة. اتفقنا على ان الاوبريتور اللي هو موجود بيساعد الحكم في الحصول على اللقطات بشكل صحيح، ان هو لما جالنا ما كانش مدرب، ما كانش مؤهل، جه اتعلم فينا. حصل. وده من ضمن الاخطاء اللي بتحصل في الفار اللي مظلوم فيها الحكام. خلينا نكون واقعيين ونتكلم بامانه. طبعا بص، اخطاء لا حصر لها يا كابتن عصام الحقيقه. بس كده اقروا بانها نسخه مشوهه، وانه ده كان تأجير ما كانش بيع تأجيري. صحيح. دي تاني حاجة. صحيح. تالت حاجة، اقروا ايضا ان الاوبريتورز كانوا خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى، التانية، التالتة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.